كل الصعوبات اللي حل نلاقيها حاجة الأطباء. إحنا أحيانا يجي المريض هنا، إحنا هنا الساف وتمريض، يعني نخش نعمل له أي حاجة المريض، يعني يكون المريض محتاج إلى طبيب يشوفه يعمل له الإجراءات اللازمة، يقول إحنا محتاج غسيل أو مش محتاج غسيل، وعدم وجود العلاجات الكافية للأمراض الغسيل. يعني أكثر الأمراض الغسيل يعني الشرق الجمهورية ما توفرش أي علاج لأي مرض غسيل. إحنا محتاجين زي الفيتامينات زي الكالشام زي علاجات الضغط الخاصة بالأمراض، يعني هذا اللي إحنا ما يعني متأزمين فيه. يعني أنه يعني كثرة الأوبئة وكثرة المرض خاصة في عدن من الحميات وغير ذلك، كذلك الكورونا، كثير من مرضى من الممرضين أو الدكاترة صراحة يعني يحاولون أن يبعدون عن هذه الأمور. في أقسام كثيرة في المستشفيات ما تقبل المرضى، وربما تجد الممرضين يهربوا من هذه الأمور، حيث أنه الآن يعني ما فيش مركز عزل خاص بمرضى فشل كلوي. يعني عندي مريض فشل كلوي عنده كورونا، فين بأغسل له؟ يعني ما فيش حل أنه أنا بأغسل له مع المرضى دون كامل، ما فيش مكان مركز غسيل خاص أنه أنا بدخل مريض كورونا يغسل في هذا المكان. يعني عندي مريض كورونا بأغسل له مع المرضى كامل. ثانيا، في بعض مراكز الغسيل بدأ مرض كورونا أغلقت أبوابها، مثل مركز الصداقة بسبب أنه انتشار مرض كورونا أغلقوا. مستشفى عبود العسكري في مركز غسيل أغلقوا أبوابه. يعني أنت ما معك إلا أنك نغسل كذا على البركة، مريض كورونا نغسل له مع الكل، مع جميع المرضى. يعني